صباح الفل عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا جمعة مباركة، لان الفيديو ده اوله كده كان يوم الجمعة، فقلت ادخل كده بقى عليك وانا ببخر كده الشقة وكده، على اساس ان انتوا دايما تعملوا العادة دي ان انتوا تبخروا كده شقتكم وتصوروا وتشغلوا فيها صورة الكهف دايما. وربنا يحفظنا يا رب ويحفظ بيوتنا جميعا بإذن الله. النهاردة بقى انا صورت كده يعني يوم الجمعة ويوم السبت وكده، فاخدت كده من كل يوم كده ايه مقطع يعني. فعايزة اقول لكم ان البتاعة بتاعت البخور دي حلوة جدا وعملية، دي اللي هي بتاعت العيدان اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، حلوة قوي. بنات سألوني انت جايباها منين على الانستجرام، دي انا كنت جايباها من محل بتاع ادوات مطبخ جنبي في عند البيت يعني، عندي في اسكندرية فاكتوريا، كانت ب10 جنيه يعني، ما كانتش غالية يعني. فموجودة هتلاقوها في الحاجات اللي هي بتاعت الأدوات المطبخ وكده، هتلاقوها موجودة لأن أنا شفتها في كذا مكان. ممكن تسألوا تقولوا له مثلا احنا عايزين بتاعت البخور اللي بتحط فيها عيدان البخور أو كده، هتلاقوها موجودة إن شاء الله. طبعا بعد ما خلصت بقى وكده قلت خد أخش بقى أفطر، وبعد ما فطرت السمسم وعمار طبعا وخلصت يومهم، هاخد طبعا الأول خل التفاح. أنا باخده دايما بس مش بصوره، بس قلت أصوره بقى النهاردة عشان خاطر إن أنا أفكركم بيه وكده. في بنات قالوا لي يا منى لما شافوه عندي على الستوري على الفيس وعلى الانستجرام، قالوا لي يا منى خديه من شاليمو عشان خاطر السنان وكده. تمام، انا والله بنسى، بس فعلا هو الموضوع فعلا عندكم حق عشان خاطر ما يخلي التفاح ما يتعبش السنان. بس انا انتوا زي ما انتوا شايفين انا باخد معلقه صغيره جدا منه على كوبايه الميه الكبيره دي، فان شاء الله هسمع كلامكم برضو وهعمل برضو بالشاليمو وهبقى اشربه بيه باذن الله. انتوا بس اهم حاجه ان انتوا ما تنسوهوش، هو اول ميه بعصره ليمون بمعلقه عسل اللي متاح عندكم. بس في حاجه، لو ليمون او خل التفاح لو معدتك وجعاكي او حامل او بترضعي بلاش تاخدي خل التفاح عشان خاطر معدتك، او عندك قولون او معدتك ملتهبه فياريت بلاش خالص تاخدي خل التفاح عشان ما تعبش معدتك اكتر. تمام، فانا كده شربت بقى ودخلت كده صليت الظهر وكده، وقلت بقى اعمل لي معاكم كوبايه النسكافيه بتاعتي بالنسكافيه الجاهز اللي انتوا سالتوني عليه. عايزه اقول لكم بقى ان انا دورت على لينك الفيديو اللي انا منزله فيه الطريقه، مش لاقيه، مش عارفه فيه ايه بصراحه، وفتحت الفيديوهات كلها بتاعتي الاخرانيه ومش عارفه مش لاقيه ازاي، مش عارفه مع اني منزلاه يعني. بس انا هقول لكم سريعا، بصوا انا بحطه كده في علبه، بحطه كده في الفريزر. بجيب ايه بقى؟ بجيب، عارفين كاس النسكافيه اللي هو الكيس ابو 8 جنيه، انا بجيب منه 2. تمام، بيبقى 16 جنيه. بجيب الاثنين وبضرب معاهم كوبايه سكر وكوبايه ميه. تمام، انت ما عندكيش الكيس النسكافيه دي وعندك نسكافيه في البيت بودر، كوبايه نسكافيه، كوبايه سكر، كوبايه ميه. تمام، وبتضربين في الخلاط او الكبه لحد، او مضرب البيض لحد لما يبقى لونهم زي ما انتوا شايفينه فاتح كده بس، وبتفضيه بيبقى تحس ان هو كريمي سايب كده، فضيه في علبه ما تقلقيش، هو بيمسك كده، بيبقى يعني زي ما انتوا شايفين ما انا خدته كده بالمعلقه بيمسك كده، متحط في الفريزر تاخدي منه من العلبه وبتشيليه على طول في الفريزر. تمام، سهل جدا وحلو وموفر وبيقعد كتير، جميل جدا جدا بصراحه. بس كده. النهارده بقى انتوا طبعا عارفين ان انا ماشيه على الصيام المتقطع، بفطر 8 ساعات وبصوم 16 ساعه، وانا مرتاحه عليه بصراحه بعد رمضان. هعمل بقى الفطار ايه؟ هعمل فول. انا بجيب الفول، انا بجيب الفول والفلافل من بتاع محل الفول يعني، بجيب منه اكياس وبشيلها في الفريزر. بجيب يعني مثلا ايه 5 اكياس فول، كل كيس ب2 جنيه، بس بجيبه بالخلطه. بس ممكن حد يقول لي طب يا بنا ده بيبقى فيه زيت وطحينه ومش عارفه ايه، انا بقول له لا ما تحطش، حط لي بس سلطه خضراء فيه، وبحطه في الفريزر تاني قبلها بيوم، بنزله في الثلاجه من تحت، مش بطلعه بره، لا قبلها بيوم بالليل بحطه في الثلاجه من تحت، وبيبقى فك بس في نفس الوقت يعني في الثلاجه، عشان لو بره الدنيا حر ممكن يبوظ يعمل ريحه او كده، لا طلعيه في الفريزر حطيه في الثلاجه تحت بس، وطلعيه بقى حطيه كده، فضيه من الكيسه بتاعته، حطيه في الطاسه واديله كده تقليبه، وفكيه بشويه ميه صغيرين زي ما انتوا شفتوا كده، انا حطيت عليه شويه ميه صغيرين، وبحطه بقى على النار وبحشي بقى منه عادي. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا برده، وموفر في الوقت وجميل، اللي هو بالخلطه بصراحه انا بحب طعمه، فانا دايما بجيبه كده. والفلافل بجيبها برده عجينه، وانا بعملها لسمسمه وعمار ومحمد لان هم بيحبوها، فانا بخاف من الزيت بتاع بره بصراحه،
لاني بشوف الزيت بتاعهم مش عارفه بقلق منه يعني، فانا بعمله لهم امن يعني في البيت، لاني ساعات برضو نفسي بتفني على الفلافل. جبت بقى انا هنا ربع رغيف ليا عيش بلدي عادي، ما كانش لسه يعني عندي توست، فجبت كده ربع رغيف عيش بلدي، وهعمل ليا ولمحمد، انا فطرت طبعا سمسم عمار من بدري. هعمل له بقى هو السندوتشير بتاعته. عايزه اقول لكم يا بنات، بالنسبه لسمك بقطه، ما تقيدوش نفسكم باكل معين، مش مثلا تتفرجوا على فيديو حد معين منزل اكل معين، طب انا كده مش هنزل، طب انا كده مش هعرف اجيب الاكل ده، طب انا مش هعرف امشي على النظام. لا، اي اكل عندك متوفر عادي جدا اعمليه، المهم ان انت تكوني عارفه ان هو صحي، مش مليان دهون، مش دسم، والدنيا هتظبط معاكي يعني ان شاء الله. انا هنا عملت بقى لمحمد، وبياخد هو فلفل حامي كده جنب الاكل. معلش يا حبيبتي. وهخلص بقى انا كده وهفطر، والنهارده بقى ان شاء الله بنزل انا يوم الجمعه اشتري شويه حاجات ناقصاني او كده للبيت، فهاخدكم معايا كده بقى ايه جوله كده لفتح الله بسيطه يعني، وانا يعني لسه مش حاجات الشهر اللي بجيبها، لا انا بجيب كده ساعات في نص كده الشهر حاجات كده بسيطه مع البامبر بتاع سمسمه وعمار، لان انا بجيبه من فتح الله، لان هما دايما على طول بصراحه بيعملوا عروض يعني. فهنفطر بقى وكده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طب تعالي يلا، هتعملي ايه؟ بصي طب احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ لا فيديو انا بنت. ايه ده؟ فشار. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فشار؟ فشار. اسمه ايه يا مورا؟ فشار. فشار؟ فشار. ماشي، هنعمله دلوقتي فشار، ماشي؟ تعالي يلا. طب يلا هنحط اهو ايه؟ عقد نحط فشار؟ فشار. حطينا ايه؟ معلقة ايه؟ زيت. معلقة زيت. معلقة واحدة قولي لي. واحدة. شاطرة. بص يا ماما بس اهو، احنا كده مليناها الحلة، عملنا في أكبر حلة وهنغطيها، وبعد كده نرجع بقى ايه نشوفها لما تعمل تيك تيك تيك. ماشي الشباب، بنات المرقه دي كنت جايباها من فتح الله بجنيه، هي بودر بحط على اي حاجه سهله، بتبقى البودر دي بتدي طعم يعني، فانا حطيت حبه على الفشار كده، فهناكله بقى. ده خدته انا يعتبر كسناكس، وهننزله بقى اخدكم معايا السوبر ماركت. صح هجيب حاجات. شو هجيب ايه سمسم؟ نجيب حلويات. بصوا بقى يا بنات، انا بجيب دايما للولاد اللي هو البامبي ده، ده كان سعره 95، كان عاملين عليه عرض، رجع تاني ل 125، فانا كنت حابه اغير يعني، اجيب لهم حاجه تجديد، اغير يعني من بامبي على طول، فلقيت ان هو ده البنت اللي هناك قالت لي حلو اسمه بي بيم، فده كان عامل 115، انا بجيب لهم مقاس 5 ان شاء الله يعني، هحاول ان انا اوقف لعمار بقى كفايه البامبرز ان شاء الله، فانا جبته وهشوفه بقى، هجربه اشوفه حلو ولا لا. بصوا بقى عرض البطاطس ده حلو جدا، العرض ده الكيلو ب 25 ونازل عليه اوفر ب 18، وانا جربتها حلوه قوي، وكمان الزبادي دي كانت ب 18.5 بقت ب 4 جنيه و60 قرش، والزبادي دي بصراحه كانت سعرها غيظني جدا لما كنت بشوفها في رمضان، لان 18 جنيه كانت كتير عليها جدا بصراحه، بس لما نزل عليها العرض قلت خلاص يا بنت جربيها شوفي، من 18 جنيه دي كانت ليه ب 18 جنيه، وهتشوفوا بقى طبعا وانا ما روحت البيت وجربتها وكده. فانا خدت التوت وخدت منها الفراوله وقلت خلاص هجربها وهقول لكم بقى رايي لما اروح حلوه ولا ايه. هنا بقى انا خلاص كنت روحت والحاجات اللي انا جبتها البسيطه السريعه كده، بصوا كانت جوله سريعه كده، لان انا مش ده يوم المشتريات يعني، ان شاء الله هبظبط لكم برده يوم مشتريات حلو كده، لو في عروض لو في حاجه اقول لكم عليها. جبت ايه؟ جبت برضو المربى دي كانت حلوه، بدل 11 نزلت 6 جنيه، والمربى دي جميله جدا على فكره طعمها. وجبت شاي العروسه برضو بحبه وطعمه حلو مش ممرر، والبطاطس اهي اللي انا قلت لكم عليها ب 18 بدل 25 وطعمها حلو جدا على فكره، والزبادي ام 18 جنيه بس انا خدتها ب 14 جنيه و60 قرش، وهم طبعا نزل عليها عرض فهجربها اقول لكم برضو رايي فيها، والبسكوت اللي هو دايجستيف اللي بالشوكولاته الدارك،
وجبت كمان كاكاو بالبندق، دي في بنوته هناك قالت لي حلوه قوي جربيها، كانت عامله 1.25 جنيه الواحده. والمايونيز اللي هو مش مايونيز قصدي اللي هو الصوص الباربيكيو ده بيبقى حلو جدا في الاكل، بحبه يعني في طعم التدخينه دي بيبقى طعمه حلو قوي. وجبت جبنه وجبت صلصه هارفست اللي ما بقدرش استغنى عنها، وجميله جدا وطعم حس ان هي صلصه غنيه كده محترمه بتنقص فحلوه هارفست جميله. وجبت صوص اللي هو البشاميل اللي بالجبنه اللي هو ماجي ده، قلت اجربه برده، وفي ناس كتير قالوا عليه حلو فقلت هجيبه اجربه. وجبت شعريه وجبت السمسمه قالت لي عايزه من ده اللي هو كورن فليكس بالعسل وبالالوان ده، وبس يعني جبت حاجات بسيطه جدا، حاجات كده في نص الشهر يعني، لحد بقى ان شاء الله ما اجيب المشتريات ان شاء الله وهبقى اصورها لكم باذن الله تعالى. بس كده. فالزبادي بقى دي انا هحطها في الفريزر في التلاجة قصدي، وهشوف بقى ايه اخبارها بقى معاكم ان شاء الله في اخر الفيديو. بصوا بقى يا بنات انا فتحت البامبرز اهو، ده شكله من جوه حلو مش وحش، بس هو اخف شويه من بتاع بامبي، بس هو حلو يعني مش وحش. بصوا بقى الغدا بتاعي انا عملت، كنت عامله النهارده كشري سريع كده، فانا خدت ده طبقي خدت فيه 3 معالق مكرونه و3 معالق رز، تمام. هحط بقى عليه ايه؟ هحط عليه عدس وصلصه وحمص الشام، مش هحط اكتر من كده طبعا. البصل محمر بقى والكلام ده طبعا مش هنحطه، بس موضوع الكشري احنا نقدر ناكل منه عادي جدا مفيش اي حاجه. والصلصه عاملاها بمعلقه زيت صغيره بس، تمام. هحط بقى حمص الشام والعدس، اساسا هي حاجات دي بقوليات نباتيه يعني، فعادي حطي بقى منها زي ما انت عايزه العدس او حمص الشام. فهيكون ده ان شاء الله الغدا بقى بتاعي باذن الله. كده يبقى دي تاني وجبه احنا خدناها الصبح، الفطار الفول، ودي كانت وجبه الكشري، دي كانت تاني وجبه. وخدت ما بينهم الفشار قبل ما انزل اروح السوبر ماركت اللي عملته انا وسمسمه، ده خدت برده منه بوله. وبالليل بقى ان شاء الله هاكل الزبديه وبس كده، وهيكون ده كان يومي بقى في الصيام المتقطع. بين كل وجبه والتانيه يعني حوالي 3 ساعات كده والدنيا بتظبط يعني. بالليل بقى جيت كده عملت الكاكاو وقلت دي اجربها، لو حلو هجيب منها تاني. طبعا جربتها يا بنات لقيتها حلوه جدا وريحتها حلوه وجميله، لا حلوه وسعرها كويس يعني، الكيس ده بجنيه وربع فتعتبر حلوه جدا واحلى من النسكافيه برضو. الكاكاو حلوه بتديكي كده شعور بالسعاده. فبس كده، فعملت بقى كوبايتين ليا انا ومحمد بعد ما سمسمه وعمار طبعا خدوا حمامهم وناموا وارتاحوا وبس كده. وهنشوف بقى ان شاء الله لما نوصل للعشاء هناكل ايه. شباب انا دلوقتي هاجي بقى لوجبه العشاء بتاعتي. هاكل ايه؟ هاخد الزبادي اللي هي اليوناني دي. قلت اجربها معاك واقول لكم طعمها ايه، لان بصراحه كان سعرها غيظني جدا، لان هي كانت البتاع ده كنت كل ما اروح فتحلى يعني في رمضان او حاجه الاقيها موجوده، واجي اشوفها الاقي سعرها 18.5 كتير عليها يعني. تجيبي 4 وحدات مثلا بكام؟ 73 مثلا ولا حاجه، تجيبي 4 زبادات، فكنت مستحرمه سعرها جدا بصراحه. فهي مكتوب عليها ان هي يعني قليل الدسم وقليل السكر وبالميكس البيري اللي هي التوت وكده. فماشي، فانا هجربها وبقى اشوفوا رد فعلي وانا باكلها ايه. طبعا نشوفها مع بعض الاخبار. زبادي على فكرة عادي خالص مفيش اي حاجة شكلها يعني، بس هي بصوا من جوه كده حاساها كريمي شوية. كتير والله يعني مفيش اي حاجة خالص. هو ممكن تكون يعني كريم شوية بس عادي يا عم، عشان اللي هي مكون ونص مفيش اي حاجة. كان هيبقى كتير عليها بصراحة 18.5، هي حلوة عليها اول 4 جنيه، واربعة جنيه كمان كتير بس يعني تعتبر معقولة، بس عادية خالص مفيش اي حاجة. فطبعا الناس اللي كانت بتاخدها بالسعر ده بصراحة اكيد حسوا بالفرق ده، فلا عادية جدا مفيش اي حاجة.
خلاص انا هروح اكملها بقى ان شاء الله، بعد كده ارجع لكم خالص. بس كده بنات، هو بقى كان فيديو النهارده خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي رايكم في الكومنتات واستمروا يا بنات، استمروا، هنشجع بعض ان شاء الله، وهفضل معاكم كل يوم باذن الله. بس يعني اعذروني لو بنزل يوم ويومين لا، فعلى بال لما بصور فيديو بمنتجه والولاد وكده، فطبعا انتوا هتقدروا كل ده لان انتوا ناس محترمه ومتابعين محترمين، وانا بحبكم جدا والله. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك وشير، و اول مره تشوفيني طبعا ما تنسيش تشتركي في قناتي وتختاري من الجرس كلمه كل، عشان خاطر يجي يوصلك الاشعار بالفيديو اللي نزل جديد على القناه. وانتوا يا بنات اللي موجوده برده معايا ساعات مش بيوصل لهم اشعار، فانتوا اضغطوا على كلمه الكل بس اللي هي جنب زرار الجرس، عشان يجيلكوا كل فيديو ان شاء الله بنزله يجيلكوا على طول. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، وطبعا سامعين الدوشه اللي جنبي. واستنوا بقى ان شاء الله فيديوهات جايه كتير باذن الله هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله على خير، واستمروا يا بنات، وحبوا نفسكم، وحب ان انت دايما تبقي رشيقه كده ورفيعه زي الفراشه في البيت، وان شاء الله كلنا نوصل لهدفنا ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله على خير، باي باي.